اهلا بيكم. النهارده هنعمل موتزاريلا ستيكس او بالعربي اصابع الموتزاريلا، حاجه من الحاجات اللي تقريبا موجوده على كل منيو مطعم اكل امريكي. هنعملها النهارده بطريقه سهله جدا من غير ما تسيح مننا في الزيت. يلا نبدا في الطريقه. اول حاجه هنتكلم عن نوع الجبنه اللي ينفع ان يتقلي، او ايه نوع الجبنه اللي ممكن نستخدمه عشان نعمل بيه موتزاريلا ستيكس. النوع اللي انا هستخدمه النهارده اسمه سترينج تشيز، وده نوع من انواع الموتزاريلا بس بيكون نسبه الميه فيه اقل، فحتى لو قليناه هيفضل محتفظ بشكله. لو السترينج تشيز مش متوافر او احنا مش لاقيينه، ممكن نستخدم اي نوع تاني من الجبنه بيسيح بس يكون ناشف ومتماسك شويه. نجيبه قطعه كبيره ونقطعه احنا، زي مثلا الجبنه موتزاريلا او جبنه تشيدر زي اللي في الصوره دي. في كمان جبنه حلوم اعتقد اسمها كده، جبنه عكاوي، حتى الجبنه الرومي المصري اعتقد تنفع. اي نوع جبنه بيسيح ممكن يتعمل بنفس الطريقه. عشان نقلي بقى الجبنه هنحضر 3 اطباق. الطبق الاول هنحط فيه شويه من الدقيق الابيض، وانا بحب احط عليهم شويه دقيق سيمولينا ناعم، بديلهم في الاخر لون ذهبي حلو قوي. ممكن بديل نستخدم دقيق ذره لو موجود، وهزود عليهم شويه توابل عشان غالبا الجبنه ما بيكونش ليها طعم قوي قوي، فاحنا هنخلي الطعم موجود في شويه التوابل اللي احنا هنزودهم على الدقيق وفي الديبنج او الصوص اللي احنا هنقدمه جنب الجبنه في الاخر هتشوفوه. انا التوابل بقى اللي انا حطيتها، حطيت شويه بقدونس مجفف، شويه بابريكا، شويه من بودره الثوم وبودره البصل، وملح وفلفل اسود. قلبتهم كويس مع بعض وكده خلصنا اول طبق. تاني طبق هنحط فيه بيضتين، وزودت عليهم شويه حليب او شويه ميه عشان يخففهم شويه، وكمان رشه فلفل اسود، ونضربهم بالمضرب لحد ما يتخلطوا كويس مع بعض. كده تاني طبق خلص. اخر طبق نحط فيه البريد كرامبس او البقسماط. انا بستخدم هنا نوعين، نوع ناعم شويه ونوع خشن شويه عشان يدي قرمشه كده. وكده خلصنا الثلاث اطباق. هناخد كل واحده بقى من صوابع الجبنه اللي احنا جهزناها، هنحطها في الدقيق الاول وبعدين في البيض. انا بحب استخدم ايد للمواد الجافه وايد للبيض علشان ايديا ما تتبهدلش قوي وانا بغطيهم، وبعدين احطهم في البقسماط تاني، وبعدين ارجع احطهم في الدقيق تاني. دي خطوه مهمه ان احنا نعمل عليهم طبقتين علشان ما يبداوش يسيحوا في الزيت على طول اول ما نحطهم، يبقى في طبقه شويه سميكه من البريدنج اللي احنا عملناه ده، من الدقيق، من البيض والدقيق والبقسماط. وبعد ما نخلص الكميه كلها هنرصها على طبق وهندخلهم الفريزر او الثلاجه حوالي نص ساعه. دي مهمه جدا علشان لو الجبنه سخنه او درجه حراره الغرفه اول ما نحطها في الزيت هتسيح، فالاسهل والاضمن ان احنا نحطها في الثلاجه او في الفريزر نص ساعه علشان تبقى متماسكه اول ما ننزلها في الزيت. وبعد كده بقى هنجيب حله او اي حاجه عميقه ونحط فيها كميه من الزيت كافيه للقلي، ونسيب الزيت يسخن كويس قبل ما نحط فيه الموتزاريلا. لما الزيت يسخن هنزل فيه صوابع الموتزاريلا، ومش هحط كميه كبيره مره واحده، يعني مثلا 3 4 كده كل مره، واول ما يبقى لونهم ذهبي وحلو هطلعهم من الزيت واحطهم على سواء ورق او على راك علشان يصفوا الزيت الزياده اللي فيهم. وبس كده، زي ما انتم شايفين سهل جدا، شكلهم حلو قوي، ودي السيمولينا او السميد اللي احنا حطيناه في الاول مدي لون ذهبي كده جميل ليهم، وشويه التوابل طعمهم باين. انا قدمتهم هنا مع صلصه طماطم، صلصه طماطم عاديه زي اللي بنحطها على الباستا او على البيتزا، بس عاملاها سبايسي شويه، كان المزيج ما بين الاثنين دول طعمهم جميل. وده كان فيديو النهارده، فيديو سهل خالص وسريع. لو جربتوا الوصفه دي وعجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم تاني في فيديو قريب، وباي باي.